البطولة بالتأكيد أن لها أهميتها وأيضا فيها كثير من النجوم على مستوى القارة الآسيوية، وأيضا أمر مهم جدا في هذه البطولة أنها ستكون بوابة للوصول إلى البطولة العالمية، وبالتالي فأن كل فريق يسعى لتحقيقها، ونتمنى مشاهدة طيبة في هذه البطولة. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. كرة رأسية خطيرة، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمان. طويلة للأمام، لمسة بينية، كرة عرض، هذه ضربة رأسية، موجود إبعاد الكرة، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. الآن إمكانية المرتدة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة بينية، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، كرة طويلة إلى الأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يلعبها لمنطقة الخطر، الآن فرصتهم للمرتدة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان، عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة إلى الأمام، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. صافرات نهاية الشوط الأول، تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي، ننتظر ونتمنى أن يحتسب الحكم ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. مهدي بن عطية،
يمر ويلعب كرة بينية والتسديد وينجح في تسجيل الهدف. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فاز. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. يلعب كرة طويلة، تسلل غير موجود، يلعب كرة طولية. يرفعها عالية. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. تحرك بقوة هائلة. يلعبها عرضية. كرة خطيرة إلى الأمام. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ينطلق إلى الأمام بسرعة. يمر ويلعب كرة بينية. يجب أن يكون أكثر سرعة في اللعب. محاولة للتدارك في الوقت الأخير. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة. ركنية في لحظات حرجة من المباراة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يستعيد الكرة سريعا. كرة عرضية. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء. حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم. مهدي بن عطية. وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. لا يوجد ما هو أفضل من الفوز في المباراة الافتتاحية. هذا الأمر يمنح الفريق الكثير من الثقة.